صفيه لي يا أم معبد، زوجها أبو معبد اللي بيقول. قالت: ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. ربعة لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول. غصن بين غصنين، وهو معاه عبد الله بن أريقط وأبو بكر، فهو أنظر الثلاثة منظرا. أول ما تشوفوا كده، فين الزعيم؟ هو ده الزعيم. فين القائد؟ هو ده القائد. فين النبي؟ هو ده النبي كده هو. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به. يعني مش عايزين يدخلوه جواهم، يحفون به يعني بيحضنوه، يعني بيتلفوا حواليه، مش راضين يبعدوا عنه. يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا خير الورى، يا أم معبد أخبريني ما جرى، فلقد سباني الوصف كيف إذا يرى. قالت: رأيت بالوضاءة قادما رجل حواه النور بدرا ظاهرا. Oh.
دمع المآقي باشتياقي قد جرى.